قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. أمير قطر، القصة الكاملة، الجزء الأول. لماذا يتنازل حمد عن السلطة؟ مصادر دبلوماسية موثوقة تؤكد أن قرار الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالتنازل عن الحكم في قطر لم يكن قراراً شخصياً تبرره الحالة الصحية للرجل الذي لعب أدواراً خطيرة في السنوات الأخيرة، سواء على الصعيد العربي أم على الصعيد الدولي. هذه المصادر تقول إن القرار أمريكي أولاً وأخيراً، وأنه أبلغ إلى الأمير عن طريق موفد استثنائي له صفة عسكرية وهو مسؤول بارز في المخابرات الأمريكية. وفي المعلومات التي نقلت عن هذه المصادر أن القرار تم درسه في البيت الأبيض واتخذ بعد تجميع ما تملكه مختلف الأجهزة عن أنشطة الشيخ حمد ووزير خارجيته، والتي تجاوزت في كثير من الحالات حدود ما تقرره واشنطن، سواء بالنسبة للوضع في سوريا أو فيما يتصل بالدعم الذي قدمه أمير قطر للتنظيمات الإرهابية، وبينها ما تشتبه المخابرات الأمريكية بصلة للدوحة فيها، إذ توفر لها أنواعاً من الدعم مادياً وعسكرياً. ويروي بعض من تسنى لهم الاطلاع على تفاصيل القرار الأمريكي أن الموفد الرئاسي قد نقل إلى الشيخ حمد رسالة خلاصة نصها: أمامك خيار محدد، فإما أن نحجز على أموالكم حيثما كان في مختلف أنحاء العالم، أو تترك موقعك وتسلمه لواحد من ذريتك نسميه فتعتمده حاكما بعدك. عندما حاول الأمير مناقشة الأمر قال له الموفد الخاص: لم آتي إليك مفوضا بالتفاوض معك، بل جئت لأبلغك قرارنا. وفي المعلومات المتوافرة فإن سلة الشروط أن يرحل رئيس الحكومة وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم مع أميره، ثم أن يتم وقف الاستثمارات القطرية في سائر أنحاء الدنيا فلا توظف إلا حيث تقرر الإدارة الأمريكية. فأي قرار في مختلف شؤون قطر يتوجب أن يكون في واشنطن، ومنها على ما روت المصادر الدبلوماسية عن الموفد حامل الرسالة الاستثنائية في مضمونها. وقد كشفت المعلومات أن العملية الانتقالية للحكم في قطر ستبدأ نهاية شهر حزيران الحالي وتنتهي في الأسبوع الأول من شهر آب المقبل، حيث سيتخلى الأمير حمد بن خليفة عن الحكم لولي العهد الأمير تميم. كما قال دبلوماسيون عرب وغرب في الدوحة ودول أخرى إن عملية الانتقال باتت مضمونة من قبل دول غربية وعربية كثيرة. قسما بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسما بذاك ونحن الصادقون.